رجعنا متابعينا الاعزاء لنكفي حلقتنا ومشوارنا الصباحي بصباحك مسك. قبل ما ننتقل لفقرتنا خلوني اصبح على الشعب الفيسبوكي العظيم اللي عم يصبح علينا. اورياجي يا صباح الخير، امين غزال، نور عساني صباحك خير يا رب، وجميل نور الدين وعبد الهادي عجمي، ان شاء الله يا رب هيك صباح لطيف على الجميع. طبعا بدي ارجع اذكركم اليوم نحن عم نتحدث عن المال، هل يا ترى المال برأيك يستر عيوب الشخص أم لا؟ طيب بهي الفقرة متابعينا الأعزاء لبين ما هيك تعطونا رأيكم بسؤالنا التفاعلي، خلونا نتحدث عن صعوبات التعلم. ماذا يعني صعوبات التعلم؟ شو هي هي الحالة؟ وأيمتى بنكتشف هي الحالة عند الأطفال؟ وهل يا ترى في له عمر معين ولا ممكن يظهر بأعمار مختلفة؟ رح تنضم معنا على الهواء مباشرة أخصائية تربوية ونفسية علا شحادة. صباح الخير علا، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك يا رب. يا صباح الخير علا. دائما نحن بنسمع انه هذا الطفل معه صعوبات تعلم، لكن يمكن مش الكل بيعرف شو يعني صعوبات التعلم، وتحديدا يعني شو تعريف هذه الحاله، امتى بتظهر على الطفل، امتى ممكن نحن نكتشف انه الطفل معه حاله صعوبات التعلم؟ تعطينا تفاصيل عن الموضوع. هلا اول شيء خلينا نعرف بشكل عام شو يعني اضطراب تعلم او صعوبه التعلم. اضطراب التعلم هو عدم القدره على اكتساب مهارة أو معلومات معينة أو الاحتفاظ فيها، سواء كان يعني لفترة قصيرة أو لفترة طويلة الأمد. بيكون في مشاكل بالانتباه أو بالذاكرة أو إنه قدرة على التحليل. يعني بشكل مبسط خلينا نقول هو عدم القدرة على التركيز والانتباه والاحتفاظ بالمعلومات، بالإضافة بالتواصل مع الآخرين، يعني توظيف هي المعلومات على شكل واقعي. يعني ممكن هو يحفظ الكلمات بشكل رتم، ولكن هو غير قادر على ربطها بالشيء الواقعي اللي موجود عند منه. إذا علا يعني ممكن احنا مثل ما حكيت يعني هي التفاصيل تظهر على الطفل بشكل مباشر يعني من عمر صغير، ونحن ننتبه انه اليوم فعلا هذا الطفل مش قادر يحتفظ بالكلمات او يربط الجمل ببعضها، او يعني عنده مشاكل بالذاكره او بالحفظ، فهي التفاصيل ممكن تظهر على الطفل بعمر مبكر، صحيح؟ صحيح. يعني للاسف الشديد انه في كثير من العائلات ما بتكتشف هذا الموضوع الا لما بيدخل الطفل على الروضه خلينا نقول، او احيانا حتى ليطلع من الروضه ويدخل على مراحل المدرسه الابتدائيه. بينما هو نحن فينا نلاحظ هي الامور من لما بيكون الطفل صغير، يعني من بدايه يمكن خليني اقول لك حتى العام الاول، من لما ببلش الطفل نقدر نحن نبلش نعطيه بعض المعلومات ليحفظها، الكلمات البسيطه مثلا. شوي بيكبر بتبلشي تعطيه مثلا بعض الاغاني، بتدندن الام عاده بعض الاغاني، فهو بتلاقيه انه ممكن يرددها مع منك ولكن مو على نفس اللحن اللي انت بتعطيه، ما بيقدر ينطق بالكلمات. طبعا هلا نحن في شغله انه نحن بدنا نميز بين، صراحه يعني هذا الموضوع جدا متشعب، بدنا نميز بين اكثر من حاله. يعني في صعوبات تعلم مثلا هي بتكون بسيطه، ما بيكون الطفل عنده مشاكل صحيه، ولكن في مشكله بالتدريب او تاخر الوالدين انه يبلشوا بتدريب الولد ويعلموه على الحكي. في اهالي بجوز لسبب انشغالهم ما بيتواصلوا مع الطفل بسن مبكر، فالولد بيتاخر ليحكي. والكارثه هلا اللي موجوده هي الاجهزه الالكترونيه في كثير من الاهالي. يعني انا هي اكثر شغله صراحه اللي بدنا نركز عليها، انه تسليط الجهاز الالكتروني للولد مشان ياكل ومشان يسكت ومشان ما بعرف شو من عمر جدا صغير. هذا كارثة، يعني هذا كارثة حقيقية. بصير الولد خلص ضمن فقط هالعالم هذا، ببطل يتجاوب معك، ببطل يتعلم منك شو بتحكي. فمعناتها لما أنا بدي أتأخر بإني أنا بلش أحكي مع الطفل، هون هو حيصير عنده تأخر بإنه يحكي، ما عنده تدريب مثل غير باقي الأطفال. ولكن أنا هون ما بقدر أقول هذا الطفل عنده صعوبة تعلم، هو عنده تأخر بسيط. طيب في أطفال عندها مشاكل، يعني في أطفال عندها مشاكل بالنطق، في أطفال عندها مشكلة بحاسة السمع، وبالتالي أنا بقول شو ما عم قله ما عم يفهم علي. هو مو ما عم يفهم، هو ما عم يسمع، يعني هو ما عم يقدر يسمعك لحتى يفهم شو بدك. فكمان نحن بدنا ننتبه انه انا الطفل ما عنده مشاكل سمعيه، احيانا ممكن يكون لا سمح الله الطفل مصاب بجزء معين من الدماغ اللي هو مسؤول عن الاحتفاظ بالكلمات او تفسيرها او
تحليل الكلمات اللي انت بتقولي له اياها وربطها بالواقع. فكمان انا بدي اتاكد انه الطفل ما عنده هي المشاكل الصحيه. هلا غالبا هي المشاكل الصحيه اصلا من يعني من في حالات من لما الولاده بتبلش تظهر او الطبيب ممكن يكون مكتشفها فبينبه الاهل عنها او بعد فتره مثلا. بس يعني المفروض يكون حتى قبل صراحه بدايه العام الاول. بتبلش الام يعني في شغلات مؤثرات معينة تظهر على الطفل المفروض مراجعة الطبيب فيها. في حال كان عنده هي المشاكل الصحية وخصوصا المشاكل إلها علاقة بالدماغ، هون نحن بحاجة صراحة لتدخل طبي عاجل، لأنه كل ما بكرنا بالعلاج كل ما كان النتائج أسرع. ما أنطر لحتى يدخل ابني على صف الأول أو الروضة ليبين مع مني أنا شو وضعه الصحي. بالإضافة مثلا لما بيكبر الولد شوي وما عنده مثلا خليني اقول مشاكل بالسمع او الى اخره، او الام ما لاحظت مثلا في شغلات معينه سلوكيه بيعملها الطفل بتعطيني اشارات انه انا لازم استشير حدا. مثال بتلاقي الاطفال اللي عندهم مشكله بانهم يكتسبوا مهارات معينه غير قادرين على اداء بعض الامور البسيطه. مثال مثلا الالم، نعرف نحن كلياتنا مثلا الاطفال حتى قبل ما يدخلوا على الروضه بنجيب لهم هذا دفتر التلوين والالوان انه يقدروا يلونوا بشكل بسيط. بتلاقي انه هن ما عندهم قدره على مسك الالم. بعرف انا الاطفال بهالعمر بيكون عضلاتهم ضعيفه ولكن هو بيمسك الالم بشكل خاطئ تماما. ما عنده قدره على انه تركيز انه انا هي الخطوط ما لازم تطلع. غير قادر حتى على الالعاب البسيطه مثل المكعبات، مثل يمكن انه يعمل اشياء بسيطه غيره من نفس العمل قادر انه يعملها. حتى مثلا الشغلات البسيطه مثل ربط الشواطات تبع الاحذيه، مثلا اربطه الاحذيه، ابدا ما عنده تركيزيه انه يقدر يربطها. يعني انا عم بحكي على عمر الاربعه خمسه مثلا ست سنين، الازرار مثلا. ففي هي يعني اعراض او اشارات يعني بتدل بمؤشرات يعني ما فينا نحن نغمض عيننا عليها نقول انا ما لاحظت. يعني كل هي التصرفات ما فيني انا بعد من اني انا ما لاحظت. بتندهي عليه ما بيرد عليكي، بتخاطبيه مثلا ما بيركز مع منك، بيكون عنده فرط نشاط زائد عن اللزوم. يعني مو هذا النشاط الطبيعي تبع اطفالنا، لا فرط نشاط زائد، بضل بس هو عم يقفز وحتى وانت عم تحاكي ما بيوقف، حركه دائمه تماما. يعني بس هولا يعني حالات متعددة متشابهة، يعني ذكرتي بعض منها مرتبط بالحالة الصحية، هل عم تذكري بعض العوارض اللي هي شبيهة بأعراض التوحد أيضا أو بطيف التوحد البسيط؟ تماما. فهي أعراض أو حالات متشابهة جدا، لكن كلها هذه الأعراض بتدل أنه الطفل عنده مشكلة معينة لابد من أنه نحن نكتشف هاي المشكلة. بعض الأطفال أيضا علا ممكن يكون عندهم، وأنا عم أتحدث عن طلاب الصف الأول أو الروضة، أنه مش قادرين يربطوا الأحرف ببعض أو يقرأوا الكلمة مثل ما هي، أو بيسبقوا الأحرف على بعض وما بيربطوها بشكلها الصح مثل ما بتعلموا يعني بطريقة التعليم. هذا الشيء بيدل على صعوبات تعلم ولا لا؟ طبعا 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 اكيد. وانا برجع بقول لك نحن بدنا نميز بين اكثر من حاله. على فكره في اطفال ابدا ما عندهم اي مشكله صحيه تمام، ولكن هن بطبيعتهم مثلا بسبب قله التدريب ما بيستوعبوا عليكي مثله مثل باقي الاطفال، او نسب الذكاء بتتراوح بين الاطفال. بس نحن اذا بدنا نحكي انه مثلا خلص انا بدي اجزم انه هذا الطفل عنده صعوبه تعلم بحاجه الى التدخل، في عندهم مشكله بالقراءه، يعني هن ما بيحسنوا يقروا او يهجوا مثل سائر الاطفال. بتلاقي الكلمات الاحرف كلها عم تنعكس، الكتابه ايضا، يعني مستحيل ما بيقدر هو يثبت الخط، بتلاقيه عم يكتب مثلا حرف باول الصفحه والحرف الثاني يمكن بنصها، يعني حتى الخط بيوضح على انه في مشاكل بالكتابه. العمليات الحسابيه هو ابدا ما له قادر يربط الارقام، يعني مثلا لما انا بيجي بقول له مثلا هذول خمس تفاحات وهذا رقم خمسه. طيب هذا الرقم على شو بيدل؟ وين الشيء العدد اللي بيربط هذا الرقم بالمعدود؟ هو غير قادر، بالرغم اني انا بكون شرحته قبل هلا.
يعني في هي الشغلات البسيطة اللي بيقوموا فيها الأخصائيين أو التربويين بالمدرسة كفي لأنه تكشف أنه عند هذا الطفل في صعوبة. نحن عم نحكي هلا عن حالات مرضية، ولكن خلال عملياتنا بالمدارس وإلى آخره أنت ممكن يمرق مع منك طفل عنده شيء بسيط من هذا الجانب. عدم التدخل المبكر وعدم فهم الأهل وبعدين المدرسة لهذا الموضوع ومساعدته على اجتياز هي القصة بتعقد الموضوع الطفل إلى طريقة لما بيدخل على يعني الصفوف الأكثر، خليني أقول صف ثاني ثالث، بتخلي المشكلة بتصير أكثر تعقيدا بالوقت بيكون حلها بسيط. وفي شغلة بدي نبه عليها أنه كثير من هي الأمور بتكون في إلى جوانب نفسية، يعني مثلا الطفل يلي بيتعرض لصدمة قبل دخول المدرسة أو بعد دخول المدرسة بتلاقي فجأة أنه هو بطل لا عاد بده يدرس ولا عاد بده يفهم، بالوقت اللي يمكن بيكون هو أداؤه بالمدرسة جيد فجأة بتلاقيه أنه هو تراجع بطريقة جدا كبيرة أو بطل يحسن يحفظ، بطل عنده تركيز على الحفظ. فكمان هذا الموضوع نحن بدنا ننتبه له. وكلمة أنه للأسف يعني لما أنا كأم بدي أقول مثلا أنه أنت ما عم تفهم، ليش غيرك بيحفظ أو بيفهم أسرع منك، أنت منك ذكي، هي الكلمات بتعمل مو إحباط، بتعمل دمار شامل. يعني تقييمنا للطفل بطريقة سلبية ببطل. صحيح. تماما. طيب هي الصدمات النفسية، ولا بس خلينا استفسر عن هي النقطة، الصدمات النفسية بتأدي فيما بعد أنه الطفل يعاني من حالة صعوبة التعلم يعني؟ مثلا هلا كثير بتلاقي اطفال بيكونوا بيحكوا بشكل طبيعي جدا، يعني بيحكوا بطريقه ضابطه وطبيعيه، فجاه بتلاقي الطفل صار عنده مثل اللي نحن بنسميها التأتأة، يعني بيحكي بشكل متقطع ما بيقدر يحكي يرجع يحكي بطبيعته. في اطفال مثل ما عم اقول لك بتكون عندها قدره على الكتابة والقراءة بشكل جيد، لسبب معين بتحسيه هو ما عاد قدران يكتب. هون في فرق، هو مو لأنه عنده ضعف، هو لأنه ما عاد بده، يعني هاي الموضوع أثر فيه. الطفل يلي بيعيش ببيئة مثلا فيها مشاكل أثرت فيه، مثلا فقدان حد الأهل أو صدمة قاسية جدا، كثير منلاقيهم صار في تراجع حتى بمستوى القدرة الفكرية والحفظية عندهم. يعني مثلا بتكوني عم تعطيه بالأول أرقام قدران يحفظها بشكل كبير، فجأة بتلاقي هذا الموضوع قل عنده لأنه هو الدماغ عند منه صار في يعني مثل شغلات أثرت على التفكير، صار في شوائب، ما عاد هو هالذهن الصافي يلي ممكن يفكر. هذا غير أنه في شغلات أحيانا بتترجم على الحركات العضلية، يعني مثلا بيبقى إيده باضطراب أنه يمسك القلم ويكتب. طيب علا بعدك معنا؟ ايه معكم. طيب علا، من خلال عملك مع يعني الاطفال بالمدارس وتحديدا الاطفال صعوبات التعلم، هل قادر الطفل اليوم يندمج مع باقي الطلاب بمدارس عاديه بصفوف عاديه، ام لابد لا من مدارس خاصه لهي الحاله وطريقه تعامل خاصه من قبل الاساتذه والمدرسين لتدريس الاطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم؟ هلا اول شغله نحن بدنا نعرف انه انا لما بيكون عندي هيك طفل فهو ماله يعني ماله شيء، خليني اقول لك انه هو مزعج، وحتى هو بده يعرف انه انت منك مريض، بدي اعطيه تقويه لشخصيته، لانه برجع بقول لك العامل النفسي جدا 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 مؤثر. ما اسمح لحدا يوجه له كلمات سلبيه، حتى هو علمه انه انت ممكن تكون ما عندك قدره بهذا الموضوع ولكن انت تمتلك مهارات اخرى، لانه في كثير منهم على فكره بجوز ما عندهم مهارات القراءه والكتابه او عندهم مشكله، ولكن بتلاقيهم بمجالات تانية حركية أو حسية أو عملية مبدعين فيها. فأنا بدي أشوف هو شو الشيء اللي مبدع فيه وركز له عليه كرمال أقوي له شخصيته، هي أهم موضوع. بالإضافة إنه الأهل بدهم يحاولوا يتقبلوا هي الفكرة ويشتغلوا عليها، التقبل ويشتغلوا، مو بس تقبلنا وسلمنا وخلص ما بقى نحرك ساكن. الدور الأم جدا 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 أساسي بهذا الموضوع، وبرجع بقول من قبل دخول المدرسة الأم يلي بتلاحظ على طفلة هذا الموضوع وبتحاول تستشير المختصين ليتعاملوا معه ليدربوه على الأمور البسيطة. هلا في ناس تقلك طب ما فات مدرسة ليكتب ويقرأ، ما مشكلتي الكتابة والقراءة، في أمور بسيطة المفروض يتدرب عليها هو قبل حتى ما يدخل على الروضة.
لما بيكون تدريبه بشكل صحيح، او مثلا بالروضه اكتشفت المدرسه انه هو غير قادر على مواكبه زملائه، عنده مشكله صحيه معينه، هون لازم يخضع صراحه لناس مختصين. بس لحتى يتطور وضعه ويصير وضعه افضل، ممكن يكون في عمليه دمج مع باقي الصفوف او باقي الاطفال. بس انا ما فيني احطه فورا مع الاطفال وهو يحس حاله بنقص، انه انا ليش رفيقي عم يقدر يجاوب اكثر، ليش انا عم بتاخر، ليش انا ما عم بحسن، وبالتالي هو بحس بعبء، يعني بيتحمل شيء فوق طاقته. لما بدي اكتب انا مثلا 4-5 سطور غير لما انا بكون مع حدا مختص وبيبلش يعلمني شوي شوي وعلى مهله. هي انا عم بحكي عن اطفال عندهم مشاكل فعلا حقيقيه وصحيه وواضحه، يعني مو والله مثلا، يعني مثلا مثل ما حكينا عن ان كان في مشاكل بالنطق، ان كان في مشاكل بالسمع، ان كان في بعض من انواع حالات في التوحد او اغلبها حقيقه في فرط نشاط. هون انا بدي اختص تماما، هون لابد ان انا الجا لمختص يساعدني بجلسات معينه او بمدارس خاصه تهتم بمثل هي الحالات لحتى يتجاوز هي المرحله. العلاج منها علا من هي الحاله، الطفل قادر انه يتجاوز هذه المشكله، هذه الحاله، ام لا؟ صراحه للاسف هذا الموضوع متفاوت، يعني في اطفال اللي بتكون الوضع طفيف بيتجاوزوا هي المرحله وخلاص وبيكفوا باقي الحياه، ولكن في حالات للاسف يعني لما بيكون الوضع نوعا ما شوي معقد او مرتبط بحالات صحيه معينه او خلل باجزاء معينه من المخ او اي صعوبات مثلا حتى في عوامل وراثيه صراحه بتتدخل بهذا الموضوع بشكل جدا كبير. فالتاقلم بشكل كامل يعني حتى اكون صريحه صراحه صعب جدا. يعني اشبه هو مضطر يكفي حياته هيك، ولكن برجع بقول لك انه في شغلات معينه هن بيكونوا مبدعين فيها، فانا بدي ركز على هذا الجانب. يعني نحن رح نتقبل الواقع انه هو مش رح يكون جيد بهذا المجال، بمجال التعلم او القراءه والكتابه مثل ما قلتي، لكن هو عنده مجالات اخرى ممكن يكون مبدع فيها، ونشتغل على هي النقطه لنقوي هي النقاط بشخصيه الطفل. ايه تماما، يعني في اطفال على فكره حتى بيكونوا مبدعين بالحساب او عندهم قدره انه يحفظ منك الكلمات، يعني مثلا بتعطيه بيت شعر هو عنده قدره، طبعا نحن عم نحكي بعدين لما بيتم تدريبه، عنده قدره انه يحفظها ويقول لك اياها مثل ما قلتيها، ولكن ما عنده قدره انه يكتبها، ما عنده قدره مثلا تسالي عن المعاني. فهي انت بدك تشوفي هو شو الشغلات اللي ممكن يبدع فيها ويتطور. وفي اطفال صراحه يعني بتكون حالاتهم بسيطه وبيتم الكشف عنها بشكل مبكر، بيتم تدريبهم وبيقدروا بعدين خلص انهم يندمجوا، ولكن طبعا بضل سبحان الله في نقط معينه ببعض المواضيع هن اقل قدره على التواصل فيها من الاخرين. يعني بجوز يكون في مشاكل بالعمليات الحسابيه، بجوز مشاكل مثل ما قلت لك الربط بين الاشياء وبين هي على ارض الواقع بجزئيات، يعني ممكن يكون عنده مشاكل ببعض الجزئيات من هي الحاله بشكل تماما. عام تماما. بس انا بدي اوضح شغله يارا، في اطفال ما عندهم اي مشكله صحيه ولا عندهم اي مشاكل تعيق عمليه الفهم او انهم يكتبوا او يقروا او يتقبلوا بعض المواد من المدرسين، ولكن عندهم صعوبة مثلا لنفرض بتعلم مادة معينة. هون أنا بس هي النقطة بدي نوه عنها، كتار من الأهالي بيجوا بيقولوا لك أنه هو ما عم يفهم علي، أو للأسف بعض المدرسين أنه ابنك ما عم يتجاوب معنا، ما بعرف شو في أنت كيف بدك تلاقي له حل، وبندخل هون نحن بدوامة صراحة صعبة جدا. بدي ميز أنا بين الطفل اللي عنده مشكلة بتلقي المعلومة من المدرس لأنه أصلا هو المدرس ما عم يعرف يوصل له إياها، يعني هون الام بدها تشوف انه انا في حال غيرت هذا المدرس، هل طفلي بعده لسه ما عم يتجاوب؟ هل هو فعلا عنده هي المشكله؟ لانه قد يكون المدرس هو ما عم يعرف يوصل له المعلومه، او الطفل مثلا غير متقبل للمدرس هذا تحديدا. فهون يعني هي الفنون البسيطه باني انا كيف بدي اوصل المعلومه للطفل ويستوعبها علي ويفهمها ويضل مخزنها، يعني مو بس بلحظه اللحظه يحفظها وبعدين ينساها، هذا موضوع جدا مهم وجدا جدا بنعاني منه بالمدارس.
يعني وخصوصا بدك تحفظي الولد لغه جديده غير لغته هو، كثير هون بتظهر عندك مشاكل وصعوبه انه هو يقدر يحفظ او يقدر هو يتجاوب مع منك. فهون بدك تستخدمي اساليب الجديده او اساليب اللي هو ممكن يفهمها، يعني كل طفل وله اسلوب، بدك تعرفي انت شو الطريقه اللي هو ممكن يحفظ فيها او يفهم فيها. طيب. فانا هون ما فيني اقول عنه هو مثل الكلمات، للاسف غبي، ما عم تفهم، ليش انت مو مثل غيرك؟ يعني هو اجمالا هي الكلمات يعني محبطه، وحتى الطفل اللي ما بيعاني من اي مشاكل وهو قادر يكون انه هو حدا مجتهد ومتفوق، لكن هي الكلمات رح تحبطه بالنهايه، اذا هي قيلت لانسان كبير رح يحبط، فكيف اذا لطفل صغير؟ طيب علا، بس خليني استفسر منك بهي النقطه كمان، قلتي انه ممكن نحن بعض الطلاب او بعض الاطفال عفوا عندهم مثلا مشكله معينه بماده معينه، مثلا انا مش عم اتجاوب مع ماده الرياضيات، انا مش عم اتجاوب مع ماده اللغه، لكن هذا لا يعني انا اعاني من حاله معينه، ممكن انا مش متقبل هذا النوع من العلوم، يعني هل هذا الشيء صح ولا لا؟ صحيح تماما 100%. بيكون في طريقه معينه انا بحاجتها لحتى انا افهم عليكي، يعني مثلا انا ممكن اكون مبدعه جدا بالقراءه والكتابه بعلوم اللغه، ولكن انا بالرياضيات بالحساب عندي مشكله، فعمليه اكتشاف هذا الموضوع بشكل مبكر واني انا بلش، يعني نحن هلا الحمد لله يعني عصر التطور بطريقه جميله جدا، خلينا نستغلها بشيء مفيد. في شيء بنشط الدماغ بعمليه الحساب الذهني، بعمليه الرياضيات، بلش دربه، بلش اوصل لطريقه يعني مناشده لجميع الامهات، لما انا بدخل طفلي الى المدرسه ما معناتها دوري انتهى، انت دورك ما بينتهي ابدا، فانت لما بده يكون هو بالمدرسه وانا عم لاحظ علاماته ببعض المواد متدنيه عن مواد اخرى، لازم فتش عن السبب. مو انت ما درست، انت ما حفظت، طبعا اذا كان الطفل درس فعلا للماده ولكن ما حصل نتيجه، بنعرف بنكتشف علا، يعني مش صعب نحن نعرف انه الطفل ما عنده ميول لهذه الماده او هو غير راغب، بس بدي دور يعني، بس المهم اني انا ابحث عن السبب ولاقي الحل، ما اتركه لانه سنه عن سنه انت عم تتعقد المعلومات، يعني اليوم بالحساب عم ياخذ عمليه جمع طرح، بكره بده ياخذ عمليه حاله تراكميه التعليم، نعم يعني هي بالنهايه حاله تراكميه، لكن هذا لا يعني انه طفلي بيعاني من صعوبات تعلم، هذا يعني انه انا لابد من انه ابحث على مفتاح معين مناسب للطفل اللي هو يتقبل هي الماده ويتقبل هي المعلومات. بدي اشكرك جزيل الشكر الاخصائيه التربويه والنفسيه علا شحاده، شكرا كثير لانضمامك ويسعد صباحك مجددا، صراحه معلومات كثير مهمه وقيمه ولابد انه احنا ننتبه عليها، ومثل ما قالت علا قبل المدرسه هي علامات ومؤشرات تدل انه الطفل عنده مشكله، التدخل المبكر رح يحمي الطفل من تفاقم هي الحاله عنده ويقدر فيما بعد يندمج مع الطلاب العاديين، وايضا يعني الفكره اللي حكت عنها علا الكلمات السلبيه بحق الاطفال والطلاب لانهم ما حصلوا علامات جيده، لانهم كثير من الطلاب بيعطوا جهد جبار جدا لكن خلص هذا اللي بيطلع بايدهم، اكثر من هيك مش قادرين يعطوا. التقصير ممكن يكون موجود، ممكن احنا نحله بطرق اخرى، لكن مش باللوم والعتاب والتجريح اللي ممكن يبقى عند الطفل، وتحديدا احنا ما نكون مكتشفين انه هو اساسا عنده مشكله معينه وحاله صحيه معينه ونكون عم نوبخ هذا الطفل وهذا الطالب على تقصيره.